نظمت محافظة شمال سيناء احتفالا بذكرى مؤتمر الصمود والتحدي بقرية الجفكافة التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، وذلك بحضور محافظ شمال سيناء خالد مجاور وعدد كبير من أبناء المحافظة. في مثل هذا اليوم من عام 1968 سجلت سيناء واحدة من أهم محطات صمودها في وجه الاحتلال الإسرائيلي عبر حدث تاريخي عرف بمؤتمر الصمود والتحدي. أعلن خلاله أبناء قبائل سيناء أمام العالم رفضهم القاطع لتدويل سيناء واعتزازهم بانتمائهم لمصر. ها هم يجتمعون مرة أخرى ليؤكدوا على أن سيناء أرضا مصرية لا تقبل التدويل. ذكرى جمعت أهالي ومشايخ قبائل سيناء اتحدوا فيها سويا ضد قوات الاحتلال إبان حرب الاستنزاف وقبل نصر أكتوبر المجيد. واليوم يشاركهم اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ليكرمهم ويكرم أبنائهم. لو اتكلمنا عن التنمية بشكل علمي، ألف به اقتصاد شبكة الطرق، والحمد لله دي موجودة، ويمكن أنتم لمستوها في خلال تحركاتكم، بالذات أن احنا في منطقة بعيدة عن مدينة العريش. ثم منافذ متعددة، احنا عندنا المنفذ البحري ميناء العريش، عندنا المنفذ الجوي، المطار الدولي الجديد، وده مطار والميناء والمطار الحمد لله تم استخدامهم بشكل ممتاز في استقبال المساعدات لأهلنا في غزة. ثم المنافذ البرية اللي بتتمثل في الأنفاق، وإحنا كنا شايفين كلنا أن احنا معدية الأنطرة نمرة 6 والطابور 6-7 كيلو، لا دلوقتي 2-3 مواطنين موجودين على المعبر والناس بتعدي في منتهى البساطة والسهولة، بالإضافة لتابعت أنتوا طبعا الكلام ده كله وكتبنا عليه مقالات طيبة أن احنا ندخل القطار إلى شمال سيناء لأول مرة منذ 57 عام. شارك في ذكرى الصمود والتحدي كما يطلق عليها أهالي ومشايخ قبائل سيناء إما من حضر المؤتمر الأول في ستينيات القرن الماضي أو أبناء أبطال المجاهدين الذين شاركوا القوات المسلحة المصرية في نصر أكتوبر أو حتى الحرب ضد الإرهاب في السنوات الماضية. ما عندناش تفريط في مصر، وسيناء أرض مصرية وإحنا مصريين، والاحتلال هذا بيزول مهما كان قدرته وقوته، في أقوى منه بأمر الله، والحمد لله يعني ربنا جاب النصر وانتصرنا. ومؤتمر سيناء خذوا، هم خذوا قلم في مؤتمر الحسنة ده، يعني هم مفتكرين أن البدو بيع سيناء أو تتواطى في سيناء ويفرح حول التدويل والكلام ده، لا هم رفضوه شكليا وموضعيا. بمناسبة يوم الصمود في شمال سيناء وفي جمهورية مصر العربية كلها، طبعا اليوم ده عيد قومي لمصر كلها، فده طبعا المناسبة دي كانت بمناسبة صمود أهل سيناء ومشايخ سيناء في وجه الاحتلال. الحمد لله نشكر الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى سيادة المحافظ وعلى قيادة الجيش بتكريمهم للأبطال المجاهدين الذين رفضوا تدويل سيناء وهم أبناء مصر ومن داخل قلب مصر، وسيناء مصرية وسوف تبقى للأبد مصرية إن شاء الله. وستظل أرض الفيروز جزءا لا يتجزأ من أرض مصر برمالها وشعبها وجيشها، وبمجهوداتهم وتكاتفهم سويا انتهت معركة التحرير وبدأت معركة التنمية التي طالت مدن المحافظة كافة. يوم للصمود والتحدي عابر للأجيال، فالحفاظ على الأرض لا يقتصر على الحرب فقط، بل تكاتف أهالي شمال سيناء عملت على منع تدويل سيناء والذي كان يهدف إلى ضياع الأرض. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.